ما بدك تبارك لي سيد إسلام؟ خير ان شاء الله دكتور، مو بدي اعرف بالاول عشو. يا سيدي، مبارحة بنينا أنا ومرتي ولد يتيم وضميناه للعائلة. لا بارك الله على هالعمل. العمى وليش بقى؟ لانه التبني محرم شرعا دكتور، حرام تتبنى حدا وتضمه للعائلة. وليش بقى محرم؟ ومين حرمه؟ الله حرمه في القرآن، والتحريم وراء قصة حب بين رسولنا وزينب. ليش الرسول كمان كان بيحب؟ دكتور ما تغلط رجاءً، ولا بيصير في دمها. ايه كمل كمل سيد اسلام. هاد يا سيدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان متبني ولد اسمه زيد. في يوم من الايام راح يعمل له زيارة بالبيت، بس زيد ما كان موجود. وحزور مين طلع على الباب يستقبل الرسول؟ مين؟ طلعت مرته زينب. زينب بن جحش، وعينك ما تشوف كيف طلعت يا دكتور. تابع سيد اسلام تابع. طلعت له يا سيدي بروب النوم، ورسولنا شاف الشوفة وتولع قلبه بزينب. ايه وبعدين شو صار؟ ويا سيدي بعد ما شاف الشوفة تمتم وقال سبحان مقلب القلوب. يعني حب من اول نظرة؟ ايه والله يا دكتور، بس كل شي بإرادة الله سبحانه. وشو دخل الحب التبني؟ جايك بالحكي جايك دكتور، ليش مستعجل؟ وبعدين يا سيدي لما رجع زيد على البيت حكت له ستنا زينب شو صار معها ومع الرسول، وزيد فهمها عالطاير. شو فهم؟ عبارة سبحان مقلب القلوب. ايوه فقام أخونا زيد وراح لعند الرسول وعرض عليه زينب. شو بلا أخلاق وبلا شرف؟ شو شرف ما شرف دكتور، قلنا لك العملية وراها الله مقلب القلوب. ايه طبعا. المهم انه الرسول رفض باعتباره عمل غير أخلاقي. ما قلت لك الزلمة بلا شرف؟ طول بالك اسمع للأخير يا دكتور. لما الرسول رفض ياخد زينب، نزل الوحي من فوق بيعاتب الرسول ويأمره انه ياخد زينب لأنه العملية ما فيها إحراج. شايف حكمة الله دكتور؟ يعني زيد كان يعرف انه الله بده هيك، والرسول ما كان بيعرف لحد ما نزل الوحي، مو هيك؟ ها والله أسئلتك بتمخول دكتور. بعدين شو صار؟ وبعدين لما صلى الله عليه وسلم دخل على زينب، صارت الناس تعايره وتقول ليك نام مع مرت ابنه. وهيك اضطر الله حتى يخلص الرسول من الإحراج انه نزل آية بتقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وآية تانية بتقول وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وهيك التغى التبني وراح الإحراج، واقتنع أخونا زيد بأنه زينب هي من قسمة الرسول ونصيبه. دخلك زيد كان كمان من بيت جحش؟ إيه علينا دكتور، والله ما بيصير هيك.